من جانبه تحدث رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال مداخلة مرئية في البرنامج الخاص، تحدث عن الدعم الكبير الذي تقدمه قناة الجزيرة القطرية في نشر الأعمال الإجرامية لمختلف الجماعات الإرهابية على الأراضي السورية، في حين أنها لم تلتفت لما يعانيه الشعب السوري. هناك يعني وسائل إعلام تابعة لقطر هي قاطعها المرصد أو قاطعت المرصد. أنا في العام الأول للثورة السورية كنت بشكل يومي على قناة الجزيرة، ولكن على ما يبدو أريد أن لا يعني أريد منا أن لا نتحدث ب يعني عن مجموعات جهادية تدمر سوريا. فكان الأمر الحرب على المرصد بدلا من أن يقوم دعم يعني مطالب الشعب السوري بإقامة دولة ديمقراطية. قناة الجزيرة يعني هي من أهم القنوات التي دعمت جناح على حساب جناح آخر، وهنا من يريد أن يؤكد كلامنا فليعود إلى ما ذكر في قناة الجزيرة في 2012 13 14 إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وشاهدنا بعض الذين كانوا يظهرون ويشيدون بجبهة النصرة كأنها هي جزء من الثورة السورية، بل على أكثر من ذلك أن قبل أن تكون هناك ما يعرف بالدولة الإسلامية كان هناك من يشيد بهؤلاء ويظهر كإعلامي على قناة الجزيرة وهو من سوريا ويتحدث عن تنظيم ما يعرف بدولة العراق والشام الإسلامية، وكأنهم ثوار يخدمون مصالح الشعب السوري وأيضا جبهة النصرة. وهنا أعود بك إلى الشريط المصور الذي تم بموجبه الإفراج عن الرهائن الراهبات في منطقة معلولة. شاهدنا هذا الشخص الذي كان يشيد ويكذب وينافق على المدنيين على السوريين ولا يتحدث عن هذه الصفقة القطرية، ويقول بأن الإفراج عن الراهبات كان بموجب إفراج عن أخواتنا في المعتقلات السورية، بينما الواقع من خرج حينها؟ خرجت شذى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بموجب هذه الصفقة التي غطتها قناة الجزيرة. وهنا الشريط المصور واضح، وهذا الأمر لا يخفى على أحد.